السلام عليكم خالتي، اخوكم حامد. دائما نواصل في موضوع التغريد تاع المغنين. رانا لاحقين الباصادات اليوم ان شاء الله. نشوفوا 3 باصادات شابين و3 باصاد كما يقولوا لي موجودين، موجودين في اغلب التغريد تاع المقالة اللي نشوفوهم. اولا نحب نقدم اعتذار على الغياب هذا، لانه والله غير كنت تعبان شويه وكانوا عندي امور عالقه في العائله، والتهيت شويه بعائلتي اللي كيدي تاع فايس، والحمد لله تسمى راني عاود وليت والرجوع بقوه ان شاء الله. نواصلوا بدون اطاله. اليوم جبنا 3 باصادات، 3 باصاد، باصادات قاعديه. قلنا للتذكير انه الباصادات القاعديه لي باصاد دو باز هما نوطة بخدمة غلقة جيول، نوطة معروفة بغلقة جيول. قلنا كي تهربلو للمقنين يفيني بالزيو، وكاين باصادات لازم يتفيناو بالزيو ما يتفيناوش بالجيو. اليوم ان شاء الله نشوفو 3 باصاد محبوبين ومعروفين بزاف. بدون اطالة، الباصادة الاولى هادية يقولوا لها صوصاو تزيو، ولا صوصاو جيو، صوصاو تزيو. اليوم ما جبتها لكم الصوصاو، نوطة الصوصاو بغلقة جيو أو غلقة تزيو. نسمعوا مثال على بصادة الصوصاو الزيو. يعني تسمعها كيما جاء اسمها، تسمعها كيما نقولوها صوصاو صو تزيو. نعاودو نسمعوها صو صو جيو، ولا صو صو تزيو. هذا باصادا محبوبة بزاف، وأنا شخصيا نحبها بزاف كي تكون في المقنين. صو صو قاع يتيك شباب، قاع صو صو تزيو، قاع باصادا محبوبة بزاف ومرغوبة وما شاء الله. نشوفو الباصادا الثانية اللي هي شفناها عبارة عن نوطة، شفناها كي في مواضيع النوطات، اللي هي لو كود مارتو. لو كود مارتو او ضربه المطرقه، الكود مارتو هديه بالجيو تعتبر باصاده. كود مارتو جيو، نسمعوا مثال على باصاده كود مارتو جيو. نعاودو نسمعو، تسمع لو كود مارتو موراه غلقة جيو. هادي باصادا شابة بزاف، كود مارتو جيو. نروحو نسمعو مثال على آخر باصادا اللي هي لا تروزيام باصاد تاع اليوم، اللي هي باصادة الكساكسة جيو. شفنا نوطة الكساكسة هادية كي يزيد لها الغلقة جيو تولي باصادا كساكسة جيو، كيما تهدرها كيما تسمعها. وشوفوا أجمل، وكيما يقولوا أجمل جيو في التغريد، تاريخ التغريد تاع المقنين كاع. لو ميور جيو، أفضل وأجمل وأحسن غلقة جيو في الباصادات اللي تكون الجيو التم، تسمى ماشي مجعد ماشي طويل، ماشي تسمع لك ساك ساك سا جيو لتما، ما نقولو براف صغير جيو لتم، ما يجعدوش يطولو، ما يجعدوش يدير فيه مترا جيو شغل بزاف هكذاك هكذاك، ما يوليش شباب، ما يوليش حاجة مليحة كاع. تجعد هذاك تاع الجيو رايح في النوطات الغير مرغوبة، رايح شغل النوطة غير مرغوبة والداخلة كيما يقول. باش ما اخي عودنا انفسنا، وانا عاهدكم ما نزيدش نقول خطأ، نقولوا نوطة غير مرغوبة أو غير محبوبة، اسم إنسان ما يبريسيهاش، هذا ما كان. نعاودو نسمعو باصادة الكساكسة جيو هادي، واسمعوا خاوتي اسمعوا الجيو هذاك صغيور شحال شباب وشحال حلو. لازم هي نورمالمون يكونوا الباصادات كاع بهاد الغلقة هادية، هاد الغلقة جيو صغيرة هادي. كساكساكسة جيو، شتو شحال حلوه، خير من الجيو المجعده هذيك، لانه الجيو المجعده ولا تزيو هذيك المكرازيه المجعده تولي نوطه
غير شغل تفسد البساطة، تفسد لها الرونق، تفسد لها الجمال تاعها، وتفسد لها لابريسياسيون، تسمى التذوق تاع الصون هذاك تاع، يولي ما شغل غير محبوب. هذه هي. ومازال ان شاء الله، مازال باصادات ان شاء الله، مازال ما كملناش باصادات. راني كل مره ندير زوج ثلاثه باصادات. وش حنقول تاني؟ والله غالب بعدروني خوتي من داك يكون ما عنديش الوقت، الله غالب، ولكن انا نحاول جهدي باش ندير مواضيع هذو تاع التغريد، وباذن الله نكملوا بربي ان شاء الله. نحيي كاع المجموعه تاعي، مجموعه اصدقاء المقنين. نحييكم انتوما تاني قاعدتك، وبارك الله فيكم، بارك الله فيكم كامل. كاين واحد الاخ تاني بعث لي كتابات، جزاه الله خيرا، واسمه نور الدين شباب هكذايا، او ساكن في فرنسا. جاب لي كتابات وجاب لي هدايا، وش نقول لك خويا نور الدين، الله يعطيك الخير، انت انسان ما شاء الله، ربي يحفظك، وربي ان شاء الله يجعلك من اهل الجنة، ويجعلك من الفائزين ان شاء الله. الله يعطيك الخير، جاب لي كتابات عن قانن، والله غير خير جليس الكتاب، يكتب عليك، كاين الانترنت، كاين كلش دوك التكنولوجيا، بصح خير جليس الكتاب. انا نحب نحكم كتاب ونقرا نقرا نقرا نقرا، وين حبست نحط كيما نقولوا ورقه ولا عفسه، الخطره الجايه نكمل من تما، كي نروح الغابه ولا نروح هكا، نحب نقرا كتابات تاع القانن. هذه هي، ماشي نشوفوا غير في الانترنت ونقراو زوج كلمات ونجو نخرطوا عليكم هكا هكذا خاوتي. باسكو كاين اللي قال لك شغل حنايا نروحو نشوفوا في الانترنت ونجو نخرطوا عليكم زوج كلمات. الانترنت هي الانترنت، هذه سيت اون سورس دانفورماسيون. الانترنت اللي يعرف يستعملها راهي فيها كلش، فيها كلش، اللي يحب يثقف روحو، اللي يحب يزيد معلومات، اللي يحب يزيد خبرة، يتبادل الخبرة تاعو في الانترنت. الانترنت راهي وسيلة من وسائل تاع القراية تاع التعلم، زيد لها شوية كتابات، زيد لها كي تكومبيني، قلت لكم خاوتي كي تفيزيونيو، كي تكومبينيو، كي ديروا عمل مشترك ما بين الخبرة تاعك تاع سنوات في الطيور، واش جربت انت، واش مع العلم، راك تخرج بنتيجة. وكي دير كيما يقولوا مواضيع تهدر جيست باش تهدر، دوك الناس الحمد لله، شعب جزائري شعب مارق، الله يبارك، ما تجوزوش تما شغل، ما تقدرش تقميها له كيما نقولوا حنايا، ما تقدرش، باسكو الحمد لله ناس دوكا راهي مرقت على بالها، شكون تبع وشكون ما تبعش. وانا اعوذ بالله من كلمه، انا جامي قلت لواحد تبعني ولا يا خويا، انا ندير موضوع نقول لك دير عفسه للطير للمقنين، ديرها نجحت لك، قال خويا الله يبارك، بارك الله فيك، شفت روحك، شفتني نخلط، شفتني غير نخرط، ما كان لها ديرها وما كان لها تتبعني كاع. هذه هي، انا ما نشوفش مقنين كلاز لابيان نجي نقول لك ديرها له المقنين مليحه السقاط ديالو، لا لا خاوتي، انا نجرب قبل في تيوري، كي ننجح ونخرج بنتيجه ونجرب ونعاود، نجرب ونعاود، علم تجريبي، نجرب قدامكم، نداوي مقنين، نجيبو نداويه قدامك، لتما انت تحكم، انت بعقلك، العقل تاع الانسان هو يحكم. هذه هي، والحمد لله بفضل ربي سبحانه، احنا والله غير زيادة، كي انا كي مجموعتي، ربي سبحانه رانا مسلكين ان شاء الله كما يقولوا طيور بزاف، الله يبارك في الامراض، في كلش، في كلش ان شاء الله، ربي يجعلنا عون للناس اجمعين، للناس قاعدين لله في سبيل الله ان شاء الله. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.